سيادتك فندم، محمد علي عبد العال، رئيس قطاع التدريب في شركة شرقية إيسترن كومباني. الحقيقة طبعا الشركة كانت بترتب للزيارة دي من فترة طويلة، ورغم الترتيبات الكتيرة دي إلا إن احنا حسينا إن احنا اتأخرنا، لأن شفنا ناس كان لازم نكون موجودين معهم من أول يوم، ودي حقيقة مش مجاملة. أولا بنوجه الشكر لسيادة الفريق على كرم الضيافة والمقابلة والوقت اللي سقطناه من شغله، وكل الزملاء حتى مضيفتنا يعني يا ريت اعرف اسم حضرتها، يعني الاستاذه سحر، هي قامت معانا بواجب كبير جدا وشرحت لنا حاجات عظيمه قوي، وبنتمنى التوفيق دايما لهيئه قناه السويس. واللي اسعدنا واضاف الينا النهارده ان الهيئه اصبحت مسؤوله عن تنميه المحور نفسه، مش مجرد القناه الجديده، لا كمان اضيف اليها تنميه المحور، ودي حاجه عظيمه جدا جدا بتخلينا احنا كمصريين نزداد ثقه في ان اللي هيقوموا بالمحور هم برضو نفس الناس اللي عملوا القناة الجديدة، هم نفس الناس اللي انتصروا في حرب أكتوبر. فريق مهاب طبعا كان قائد رفقة البحرية في أثناء حرب أكتوبر، وده شرف لينا، وإحنا كلنا ثقة في الرئيس السيسي وبندعمه وبنأيده، وإن شاء الله بنوعد هيئة قناة السويس إن إحنا نكون في أوائل الشركات اللي تيجي في الافتتاح إن شاء الله. شكرا لحضرتك.